بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إننا سمعنا نداء الرئيس للشعب الذي تضمنته رسالته، ففي هذه الرسالة ما قد يعتبره البعض تنازلات والبعض الآخر تجاوب مع الحراك الوطني، غير أن الحقيقة تكتسي طابعا آخر، فإن النظام في وضعية مجبر على التفاعل وعلى الرد، حيث أنه فقد حرية المبادرة. إن هذه المواقف من طبيعة هذا النظام. نتذكر أنه سبق له في سنة 2012 أن صرح في خطاب ما زال يتذكره الشعب أن جنان طاب، 7 سنوات مضت ولم نرى ثمار هذا الجنان، لا شيء سوى لأنه عقيم. وما يمكن استنتاجه من هذه المواقف والتصريحات هو أن هذا النظام لا يتفاعل مع محيطه الجماهيري إلا إذا حس بالخوف، ونادرا ما تكون رد الفعل من قبله خال من التعنت، وهو ما يتجلى من خلال هذه التصريحات الأخيرة. إن الخوف من الشارع والتعنت بالمواقف هما اللذان أمليا على النظام ما يعتبره تنازلات واستجابة لمطالب الشعب، وكل ما يمليه الخوف فلا جدوى ولا مصداقية له، فإنه من المستحيل أن يداوى الخوف بالتعنت والهروب للأمام. فعندما يفقد صاحب القرار العقل السليم ليتدارك الأحداث بكل موضوعية، فلا يمكن له أن يتجاوب معها بما يخدم مصلحة الجميع بما في ذلك مصلحته الشخصية. إنما يمليه الخوف ما هو إلا مجازفة، لأنه يكتسي حتما طابع المراوغة لتفادي الحراك الجماهيري وكسب الوقت. إنه في حد ذاته مصدرا للا استقرار، ولا يعتبر إلى تحد آخر من قبل النظام للشعب برمته ولإرادته ولتطلعاته لتغيير الجذر. وفي الظروف التي تميز الساحة الوطنية فإن رد النظام يعد بمثابة تحد لكل الأجيال، وخاصة لجيل ما بعد الاستقلال، فإن الشعب بصريح العبارة طالب برحيل هذا النظام، وذلك قناعة منه أنه لا يمكنه التعايش معه أكثر من ذلك. إن الحراك الشعبي إن اختار هذا الوقت بالذات، فذلك يوحي بأنه وعي أكثر من حكامه بمفهوم الديمقراطية وبروح النص القانوني وعلى رأسها الدستور الذي حدد الآجال القانونية لهذه المواعيد الانتخابية. فإن الشعب حريص على الشرعية الدستورية، في عوض أن يستجيب له الحكام فإنهم عادوا بلورة المطالب كي تتطابق مع مصالحهم الضيقة، ليمدد العهد السارية المفعول إلا ما لا نهاية، داسين بذلك على القانون والأعراف. إن في رسالة الرئيس دلالات توحي بأن النظام السائد يتلاعب بمتطلبات الشعب ومصيره وبمشاعره لغاية واحدة، هي كسب الوقت لإنعاش السيستم من جديد. إنها ليست برسالة للشعب، وإنما هو قرار أحادي اتخذه النظام. إنه بمثابة صك أبيض أمضاه هذا النظام لنفسه لعهدة تغطي حياة الرئيس الحالي وربما حياة أتباعه. فعلى الشعب أن يتفطن، فبهذه المراوغات يريد النظام سد الطريق الشرعي الوحيد الذي كان قد يؤدي بالبلاد إلى بر الأمان بدون فوضى وبكل حضارة ومسؤولية،
وهو طريق الانتخابات التي كان من الممكن أن تمر في أجالها القانونية وأن تجنب الجزائر فراغ دستوري يكون المستفيد الوحيد منهم هما أعداء الجزائر. أما فيما يخص الإصلاحات المقترحة والمزمع أن يقوم بها هذا النظام فيجدر الذكر أنه كان بوسعه أن يقوم بها بعد اقتحامه باب الشرعية الدستورية سنة 2008 وبعدها سنة 2014، وإن لم يفعلها فالسبب الوحيد هو أنه لا يؤمن بالديمقراطية وأنه على قناعة بأن هذا الشعب لا يمكنه العيش إلا تحت قيود أناس أوصي عليه لأنهم يعتبرونه فاقد الوعي وغير ناضج لتسيير شؤونه حسب النمط الذي يكون قد اختاره لنفسه. فليكن الشعب واعيا إن هذا النظام عقيم وغير قادر على تغيير منهجية وأسلوب حكمه، وإن كان لابد من دليل على ذلك فالجمهورية الجديدة التي يعد بها النظام في إطار ندوته الوطنية ما هو إلا اقتباس لشعارنا القطيع كوسيلة والجمهورية الثانية كهدف لا دوزيام ريبوبليك. فعلى الشعب أن يعي أنه لا جدوى من انتظار أي تجديد أو تغيير من قبل نظام ما زال يحافظ على نفس الوجوه التي كانت طرفا في التسيير الذي أدى بالبلاد إلى ما هي عليه، فإنهم غير قادرين على خلق تصورات جديدة تتواجب مع متطلبات هذا الشعب وخاصة الفئة الشابة منه. فإن منطلق هذا النظام ومن حوله هو منطق المصالح الضيقة، مصالح فردية أو مصالح الزمر. إن التغيير يتطلب من الشعب منطق ثوري مثل ذلك الذي تحلى به أولئك الذين فجروا ثورة نوفمبر المجيدة، فلتكن ثورته كبيرة وثورته سليمة وسلمية. فإننا على أبواب التاريخ، فالتاريخ يتحرك، فلنكون في الموعد. فعلى الشعب أن يرتقي إلى مستوى أسلافه بكل تحضر ومسؤولية حتى لا يترك للنظام طريق يستحوذ بها وينهب مكتسباته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر.